نشرت الممثلة والمخرجة سناء عكرود فيديو عبر صفحتها على انستغرام تسخر فيه من الموجة الجديدة التي طالت الويب المغربي والمعروفة بروتين اليومي وتركيز رواده على المؤخرة. وقالت الممثلة وهي تتجول في منطقة إقامتها بإحدى أحياء كندا: علينا أن نبحث عن أصل اهتمامنا بالمؤخرة، مضيفة: أنا أؤمن بأهمية المؤخرة في كل نقاش تحليلي، وكل موضوع يجب أن يكون له مقدمة ومؤخرة، لكن إذا كان ما بينهما ضعيف وهش ليس لديهما أي أهمية. وضعت الفنانة عكرود في ذات السياق إلى ضرورة القيام بدراسة اجتماعية حول أهمية المؤخرة في المجتمع المغربي. خرجت عكرود المثيرة والساخرة لقيت تداولا وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد أغلب المتفاعلين مع منشورها فكرة دراسة هذا النوع من الموجة الساقطة التي أصبحت تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن المستوى الذي بلغه المحتوى في الويب المغربي أصبح يسائل الجميع. من جهة أخرى، اعتبر البعض أن مسألة التوندونس ومحتوى الانترنت في المغرب مسألة معقدة جدا، ويتدخل فيها ما هو ثقافي واجتماعي وسوسيولوجي وما هو مالي كذلك، معتبرين أن عكرود تريد فقط الركوب على الموجة بطريقتها الخاصة، خصوصا بعد دخولها عالم اليوتيوب هي الأخرى ومحاولة إيجاد موقع قدم لها في الويب المغربي بخرجاتها المثيرة والتي لقيت بين مؤيد ومعارض لتدخلها. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.